تحية صباحية طيبة لكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان اليوم عنوانها منطقة المنصور، وتحديدا موضوع حظر التجوال الشامل. يعني مثل ما نشوف هو حظر تجوال شامل، لكن أكو بعض الحركة، حركة السيارات، الاستثناءات، يمكن كوادر طبية، كوادر أمنية، بالإضافة إلى يعني السيارات اللي تنقل المواد الغذائية وكذلك يعني احتياجات المواطن. لذلك هاي المناطق يعني الكرخ هي ربما أكثر التزاماً، لاحظنا أنه ملتزمة أكثر بموضوع حظر التجوال. هنالك تجديد أمني أيضاً على موضوع حظر التجوال. راح نحاول أيضاً نشوف المواطنين اللي موجودين هنا في هذه الساحة، نحكي ويا الناس ونشوف يعني ردود أفعالهم بموضوع حظر التجوال. حاج شلونك؟ وسهلاً. شلون الصحة؟ كل زين الحمد لله. شلون الحظر وياك؟ الحظر كل زين، بس عندي ملاحظة واحدة. نعم. الدوام بالدوائر 4 أيام بالأسبوع. زين. الـ4 أيام يداومون الموظفين 50%. نعم. معناها هم ما يسوون يعني يصير تكدس المواطنين في الدوائر. إذا أنت تعالج المرض، نعم، أنت تسوي سبب من أسباب المرض، نعم، بتكدس الناس في الدوائر وبأمرك، لأنه أنت تقول 50% الموظفين يداومون. فمعناها أنا كمراجع كل ما راجع دائرة مثلاً يقول لي يوم الثلاثاء تعالي، يوم الأربعاء الأخرى، يعني 10 أيام. فعلاً 50% من المواطنين راح تتأخر معاملاتهم. لا، تضاعف الأعمال وتكدس وماكو إنتاج هسه بالدوائر. نعم. يعني أنا عندي دوائر من صار الحظر لحد اليوم عندي معاملات غير منجزة. نعم. بسبب هذا القرار. القرار مو يعني بالشارع صحيح بلا، بس الموظف خليه يداوم 4 أيام. يعني الموظف اللي يداوم يوم واحد بالأسبوع، ما يقول له 50 يداوم يوم واحد. شي خلص شغله. مو هي وجبات، يعني هم مقسميهم وجبات. الوجبات مو انت يجيك ورا اسبوعين تسره. كمواطن يجيك معاملتك سره وما رحت يوم، اذا مو اي دائره جنابك تفضل او اي مسؤول يروح يشوف التكدس بابواب الدوائر. يعني انت تسوي مرض، مو ترفع، يعني تسوي انت تسبب المشكله. زين، خلال مراجعاتك بهاي الايام للدوائر، نعم، يعني احنا ما نعرف طبيعتها اكيد، بس مختلفه. دوائر خدميه. دوائر خدميه، زين، تشوف مثلا اكو تباعد، اكو تباعد جسدي، اكو كمامات، اكو تلاصق. اكو من الازدحام. اكو تلاصق من الازدحام طبعا. هو داعش، يعني هاي نقطه حيويه، يعني ما داعش كل المشاكل، بس اللي دا يخصني ودي اشوفه تلاصق بين الناس، و يعني هو ما ممكن، يعني هي المساحة ما تكفي للتباعد، يعني التباعد ياخذ الشارعين لازم. نعم. إذا نحكي بالصحيح. نعم. بس هو الكلام هي يمكن المراجعات من تبدي تتراكم وتزيد، يعني اكو دوائر. هو تزيد، هو يقول مثلا أنا يوم الثلاثاء قالوا لي تعال، ف 100 واحد جو يوم الثلاثاء وياي. الموظفة هلقد عندها معاملات، تقول ما لحق أنا أنجز، روحوا الثلاثاء له. وحقها، لأن هو القرار خطأ، يعني هو اللي صاحب مسوي الخطأ. يتحمل ده يتحمل احد. زين، انت كمواطن عفنا من الدوائر الحكوميه ومراجعاتها، كمواطن موضوع كمواد غذائيه، كمواد استهلاكيه، هاي موجوده؟ هذا كلش طبيعي، يعني احنا بالدليل الان جاي ده السواق اخذ السواق رايح البيت، ما لهم علاقه الناس، والعكس شرطه جيش متعاونين يقول لك روح تسوق روح، ما لهم علاقه بالخدمات، ماكو مشكله. بس انا بالـ4 أيام مدى استفاد، لان تسوي لي شغله مدى اقدر. اذا احنا شنو نتمنى انه يرفع الحظر، يعني كرايك كمواطن، يعني رايك رفع الحظر؟ لا، هو لازم يلغي طبعا، وهم يعرفون وهذا مو حقيقه، لانه هو الدائره الناس تشوف ازدحام. نعم. وتتفرج عليها، يعني شنو؟ يعني ماكو حظر. نعم. بايام ماكو حظر انت ما تحقق التباعد ولا تحقق الاجراءات الطبيه كلها ما محققها. فعليا من مسوي هالدوخه هي الناس واحد فوق الاخر متلازقين. كل واي دائره جنابك من البنك، البلديه، للطابول، للضريبه، اي دائره تروح لها. نعم. نفس الازدحام ونفس التكدس فعلا بالمعاملات، تكدس غير طبيعي، لانه وتروح الموظف بجايه، لان هذا اليوم مو راس اسبوع الاخ يداوم، يعني هم قاعدوا العالم رئيس يسوون حظر شامل يخلصونا، ليش هالكذب نروح نرجع وماكو نتيجه. من الاخير انهم قاعدين، وها هي قاعدين ماكو نتيجه. علي ايش خلينا قاعدين شباب، شلونكم؟ قاعد نسلم عليكم. شكرك وبارك الله فيك. شكرا عمو، شكرا ملاحظاتك. شلون الشباب؟ شلون ايام الحظر وياكم؟ الله يسلمك. والله اجواء الحظر يعني شويه، اكو عالم عايشه واكو عالم لا، يعني تضررت حيل العالم. ايه. اللي تشتغل شغل يومي طبعا. ايه صحيح، شغل عامل احنا. ايه شغل عمال، ويعني علم تضرر الشغله، لاكو يعني
سيارات كاب لها هسه قاعدين ساكتين بالبيت. اي على اول حظر حيل مؤثر. انتم شو تشتغلون؟ احنا موالي السعوديه. اي والله مولد هسه حاليا وهسه قاعدين على مود الحظر وشغلات. زين احنا شو نقول؟ نقول بس موضوع كمامات شويه يراد التزام. اي صحيح، يعني حاولوا تلبسون كمامات هاي طلعتكم باختلاف بالناس. اي صحيح، لان يعني اكو انتشار سريع ده يصير المرض، يعني عبرنا 5000 بالاعداد، ويعني واحد يخاف على نفسه على عائلته اكيد. اي صحيح، ان شاء الله نشوفكم لابسين كمامات ان شاء الله. شكرا شكرا شباب شكرا. طبعا يعني احنا متواجدين في هاي المنطقه، يعني اولا الحج هنا تحدث بخوش نقطه، يعني نقطه مهمه اللي هي موضوع اللي 4 ايام انه تكون بيها معاملات، وباقي الايام يعني قاعدين حظر والدوام 50%، ففعلا اكو تكدس. السلام عليكم، شلونكم يابا؟ شلون الصحه؟ قلنا نسلم عليكم ونشوف شغلكم شلون الامور. شلونك يعني؟ شو الله يخليك، الله يبارك فيك. اللحم سعره هو والله صاعد هالليله. صاعد على مود الحظر وحلال ما يجي من المحافظات. صاعد عندي اي حقكم، لان يعني النقل شويه بمشكله، نقل صعوبه النقل. ليش بيش الكيلو انت تبيع؟ انت باعتبار منطقه بالمنصور يمكن اغلى. الجمله الجمله اللحم ب 12.5 جمله، الجمله قاعد نبيعها ب 14. هذا سعر 14 ذبح يومي انت ما عندك؟ ذبح يوم يوم يوم. زين الناس شلون حركتها؟ تشتري يعني اكو حركه؟ لا 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 اقل لا، السوق تعبان كلش تعبان. البلد تعبان، عمل ماكو، ابو التاكسي قاعد، ابو المحل قاعد، ابو الاسواق قاعد، كله قاعد الناس فعلا. لانه اصحاب المحلات الحلاق قاعد بالبيت، ابو الاسواق هم قاعد بالبيت، كل الناس قاعده تعبان امورها. زين احنا اليوم اذا قلنا الارتفاع مال سعره، هسه احنا موسم ربيع، هذا المفروض معروف انه ينزل السعر. احنا من يوقع الربعي القصاب يستفاد، ينزل اللحم يستفاد القصاب، هسه لا مستحيل بعد ماكو، لانه كان قيمه الجلد العراقي ب 25,000 بايام النظام. هسه الجلد بيجي بنص دينار، 500 ما يسوى نقله، شيل ذبه بالزباله. زين انت ايش قد كنت تذبح بذيك الايام قبل الحظر وهسه ايش قد؟ قبل الحظر يوميا 10 8 اخلص. هسه يوميا 3.5 بس على المنطقة. على المنطقة وعلى معاملنا خدمة توصيل بس. يعني أثر هذا موضوع الحظر؟ أثر أستاذ، لأن إيجاراتنا إحنا عالية. إيجارات المنصور غالية، إيجارات أقل محل 20 ورقة 15 ورقة أقل محل. أكو محلات ب 30 ورقة. كهرباتك 500,000 مولد. كهرباء وطنية. مشكلة. نقل كلها، عمالك عندك عمال 5. هسا أنا قلصت خليت 2 عمال. كان عندي 5 عمال. كل عام اليوم 130 دينار، هسه خلصت بقلت 2 ما اقدر. انا قاعد اخسر هاي الايام. والله كريم الله يسر الامور، خلي انتهي هذا الوباء من هاي الامه والله يسترنا ان شاء الله. هاي اهم نقطه خلينا نعبرها والله كريم. ان شاء الله الموجود هذا الحمد لله والشكر. شكرا لك عمو. الله يبارك فيك، رحم الله والديك. شكرا شكرا يابا، شكرا رحم الله والديك. اذا يعني هي هذه فعلا اللي دا يشكي من المواطن، موضوع الاسعار ربما ارتفعت. والسبب هو يعني معروف النقل وموضوع حظر التجوال أثر بشكل مباشر. ما أعرف يعني هو هذا المواطن فعلا قل استهلاكه، يمكن مضطر، لأن مثل ما قال هنا أبو المحل اللي يبيع لحم أنه أبو التاكسي واقف، أبو المحلات واقفة، فأكيد رزقهم اليوم يتأثر بالنهاية، يتأثر موضوع يعني الشراء، القوة الشرائية للمواطن. فتلقي اللي ما عنده دخل يومي ما يقدر يشتري لحم، خلاص راح يعني يمشي اموره بغير امور. فاحنا بدنا نتجول حاليا في منطقه المنصور، وتحديدا يعني شارع 14 رمضان اللي هو هذا الشارع التجاري الرئيسي في المنصور، وهذا نلاحظ يعني اجراءات حظر التجوال. هنا الحظر يعني مبين اجراءاته واضحه جدا، يمكن اكثر من غير مناطق. طبعا القوات الامنيه ايضا متواجده هنا. الشباب يمكن حاطين روبوت او شيء ما اعرف يحيي الجمهور. يحكي له اخرس ايش لابس اليوم؟ ايش لابس؟ تعال انت، مسموح لك تطلع بالحظر؟ ها اي، عندنا قناه تصوير. عندكم تصوير؟ حلو. شنو عملكم اليوم؟ يعني حلو انه نشوف مجموعه من الشباب طبعا دا يعملون في، احكي لي فكره ايش دا تسوون؟ تصوير هو شلون اعلان على مود الروبوتات، يعني هاي النادره موجوده هنا ببغداد. نعم. هذه يعني فكره حلوه، الشباب مرتبين. خذونا الكادر يا ولد، خلينا نتعرف عليهم ونشوف ايش دا يشتغلون.
يعني فرصه حلوه انه بالمنصور نشوف هاي المجموعه من الشباب. السلام عليكم، شلون الشباب؟ طبعا انتم صنف كلكم كاميرات، ها؟ احكوا لنا ايش تسوون؟ احمد، استاذ احمد، عيوني عيوني سدد سقدم صراحه. خلينا نطلع عشان شويه صوره افضل. عيون عزيز، نقدم صراحة إعلان لمركز شركة قرطاج. نعم. لأدوات التصوير. نعم. كذلك المختبرات والمطبعة. نعم. يعني إعلان خاص بكم. إعلان خاص بنا. نعم. بفكرة جديدة وأشكال جديدة، وإن شاء الله موفقية للشباب ومستغلين أجواء الحبر، ها؟ بالضبط بالضبط، بس أكيد تخويل يعني. إي إي لازم مرتبين الأمور. زين، عملكم هم متأثر بموضوع الحبر؟ اكيد هو، بس بصراحه انه العالم متعودين علينا وزبائننا الخاصه، فتجي يصير اللود مثل اول ايام الحظر المفتتحه ولا ايام الحظر، ومثل ما تشوف انت يعني ان اسم قديم ومعروفين وناس تعرفنا. نعم. فمو ذاك التاثير. نعم. يلا شكرا لك، بالتوفيق 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 شباب. راح نبقى مستمرين في جولتنا، يعني هذه ملاحظه على الماشي شفناها في المنصور. مجموعه من الشباب بيصورون اعلان خاص بهم بفكره جديده. القوات الأمنية أيضا متواجدة هنا اليوم في المنصور في 14 رمضان، التواجد دائم من يعني مختلف الصنوف. القوات الأمنية دائما يعني موجودة وتتابع موضوع فرض حظر التجوال، وجود حركة للسيارات، ربما موضوع الاستثناءات، وراح نتعرف على هاي الأمور أكثر، من اللي موجود حاليا ومن اللي دا يتحرك حاليا. طبعا ويانا سيادة العميد. السلام عليكم، شلون الصحة سيادة العميد؟ عميد المرور، عرفنا بحضرتك، بس خلينا نرجع شوية هنا الشمس. عميد مهند سعدون، نائب مدير مضبط بغداد الكرم. تشرفنا عميد مهند. عميد مهند، اليوم بنشوف اكو حركة. هي اكو حركة صحيح مثل. نعم. ما تلاحظون، لكن هاي طبعا اكثر الاستثناءات اللي عندك. نعم. عليه. نعم. والمخالفين طبعا راح يتم ضبطهم، مثل ما تلاحظ عمل مفارز يولف جانب الكرم، راح تلاحظون. نعم. مفارزنا منتشرة. وقائمة بواجبها بشكل جيد من حيث متابعة المخالفات برقم واحد. نعم. وفرض الإجراءات القانونية بحقهم. طيب احنا اليوم نريد نتحرك يا شباب شوية إذا أمكن. عندنا يعني عدة أسئلة يطرحها المواطن ربما على موضوع حظر التجوال والغرامات. اليوم الغرامات على السيارات اللي تخرج شقد قيمتها؟ وهل اكو مجال مرونه يعني التعامل مع المواطن، ان نساعد المواطن اللي عنده حالات انسانيه؟ بالطبع انا ما عرفت اسمك في البدايه. مازن علوان. انا مثلا اخ مازن. مازن. نعم. طبعا احنا البيان واضح. نعم. الغرامه هي تكون 100,000 دينار لمخالفه البيان رقم واحد. نعم. بالطبع اكو هاي توجيهات معالي السيد وزير الداخليه، السيد مدير عام المحترم المحترمين. نعم. بإبداء المساعده والتسهيلات للحالات الانسانيه حصرا. نعم. ايضا ان شاء الله راح تاخذ جوله ويانا. يعني احنا نريد نتحدث يمكن ويا احد المواطنين هنا. السلام عليكم، شغلك تنقل مواد غذائيه؟ نعم. الحظر شلون الاجراءات الامنيه شلونها بدون مجامله؟ مو لان العميد يم. لا مو امانه لا بالعكس، ملتزمين الحمد لله والشكر يعني. اكو تعاون وياكم انتم؟ إيه. عندكم استثناء باعتبار تنقلون مواد غذائيه حتى تستمر الحياه؟ نعم نعم نعم، ملتزمين ويعني مسهلين الامور. نعم. الاجهزه الامنيه وما مقصرين ان شاء الله. نعم. وشغلك تاثر لو ماشي الامور؟ لا الحمد لله يعني، بس يعني ما مو نقول 100%، 50% يعني. نعم. 40%. يلا شكرا لك، نتمنى لك التوفيق. سيادة العميد قاطعناك لأن نريد ناخذ فكرة أيضا من المواطن شنو وجهة نظره. اليوم يعني اكو شكاوي عديدة انه يعني الحظر طبعا هو قرار لجنة عليا، لكن انه توقفت الحياة، اكو ناس يعني تأثر مدخولهم اليومي، فما اعرف يعني اليوم سائق التاكسي اللي تشوفوه بالشارع مثلا وصلت مرحلة انه لازم يطلع يشتغل، شو راح نتصرف وياه؟ هاي الامور انا ما اقدر اجاوبك عليها، لان احنا جهاز عندك على جهاز قدمي بنفس الوقت التنفيذي. نعم. رافله. لا انا اقصد بالشارع اذا صادفته. اذا صادفته يعني حاله انسانيه ودي اقول له حاله مرضيه ويستوجب. نعم. ايصال المستشفى. نعم. ليش؟ لان يدير المساعده. نعم. قدر الامكان. هو نعم. هو الموضوع فعلا انساني بالنهايه، لان هاي الناس اكثرها يعني حياتها اصبحت يعني مهدده، خصوصا اكو ناس عندها مدخرات يعني لامله كم فلس يجوز خلص صرف من خلال هاي ايام الحظر الاولى، وبعد مضطر انه يطلع يشتغل. زين احنا اذا نقارن اليوم، انت حضرتك مسؤول على الكرخ. الكرخ حركتها يمكن اقل شويه من باقي المناطق، يعني اكو بها التزام وعي من قبل المواطن. نعم. اذا تلاحظ مازن ترى الحظر ترى مو مستمر. نعم. يعني يعني
خميس والجمعة والسبت والأحد اثنين ما أشتغل حياة اعتيادية ترجع حياة طبيعية صحيح يعني هي مو مستمرة عرفت حتى تقطع أرزاق الحالة نعم اي نعم هذا طبعا يعني احنا مثلا شفنا مناطق بالرصافة لا يعني اكو حركة سيارات أكثر لكن احنا يمكن مو اختصاصكم هو جانب الرصافة لكن نطلب انه يعني يا اما يكون تشديد على الكل يعني مو مناطق ومناطق يا اما مثلا انه تخففون على هاي المناطق ايضا لان يعني الحظر يعني فعلا هنا مطبق بكل ترتيباته الامنيه. طيب سياده العميد اليوم مديريه المرور العامه اكيد حتى اجراءاتها توقفت يمكن كاصدار الهويات او عفوا اجازات السوق وتحويل الملكيه وما الى ذلك. اخ مازن يعني انت من تحكي لي احنا مو ترى سبب يعني احنا بقطع ارزاق العالم هذا مو موضوعنا هذا نعم. احنا بالنسبه لك مثل ما بالنسبه لنا مثل ما خبرتك نعم. احنا اجراءات تنفيذيه وهي نعم. الغايه من عندها وشنو الغايه من القانون او البيان نعم. الحفاظ على سلامه الناس وصحتها نعم تفضلوا شباب تفضلوا ما بدرجه الاساس نعم. حتى لا تذبون انت يعني من سؤالك وكلمة نعم. تذب اليوم عبارك لا احنا نريد نسال اجراءاتكم شلون تصير بموضوع هذه تحويل الملكيه واجراءات يعني نقل الملكية السيارات إجازات السوق الإصدار في هذه الأيام خصوصاً اللي بيها حظر نفس الإجراءات بالضبط نفس إجراءات الحظر وهي الغاية من عندها بالدرجة الأساسية تطبيق السلام العامة وهي غايتنا هي صحة المواطن وهي إجراءات ترى متبعة مو فقط يعني كدوائر خدمية أنتم متوقفين اليوم الأحد مثلاً مو؟ فأكيد يعني راح يصير عندك زخم يسبب لك زخم بباقي أيام الأسبوع في يعني إنجاز معاملات المواطنين فشلون يعني ترتبون هذا الموضوع؟ اخ مازن تنتقلون ان شاء الله لمواقع التسجيل يوم غد ان شاء الله سجلنا اكيد سجلنا عدد حلقات نشوفون ان شاء الله كل اخوانك الضباط المرور وكل منتسبيه باشراف السيد العام الامور ماشيه والحمد لله والاجراءات متخذه والكل قائمين بواجبهم على قدم وساق نعم احنا خلينا ناخذ فاصل لان هنا وصلنا الى نقطه التفتيش فنحتاج انه نقطع حتى نعبرها راح نرجع نكمل معك سيادة العميد. شفنا أحد المواطنين شايل جهاز ضغط وين رايح؟ رايح الوالد يقص ضغطها. شوي هاي يمكن الموضوع الحظر أثر عليكم بعيد قريب. لا مليار موكو هي بالأربعة عشر. اضطريت إنه مشي. أي مشي أروح. نعم. شلون إجراءات الحظر أنتوا كمنطقة المنصور يعني؟ والله داخل المنطقة ماكو حظر. بس بالأطراف. بالخارج. أي بالخارج بالفروع الداخلية عادي لا عادي حياة عادية ما صارتكم إشكال على موضوع مثلا مواد غذائية شيء كله موجود كأسعار كله متوفر أي نعم شكرا لك معكم الصحة نستمر مع السيد العميد سيادة العميد اليوم احنا نعرف هاي الفترة يمكن كانت فيها زيارة البابا اكو لود عليكم بالشغل وكان فيها حتى موضوع زيارة الإمام الكاظم فالاجراءات اللي انتم دائما تتخذوها او واجبكم راح يكون بالشارع شلون يعني احنا واجباتنا طبعا واضحه انه هي تامين الطرق في حال اذا اكو واجبات في الزياره او من هالقبيل طبعا كل اجراءاتنا تتخذ حسب خطه نعم تتخذ من جهه عليا اللي هي تمثل من المرور العامه نعم وكذلك مدير بغداد الكاظم نعم تنسيق مع القوة الماسكة للأرض وعمليات بغداد هذا سياق عمل ثابت يكون هذا بالنسبة للإجراءات أما إجراءات الزيارة سألت هذا السؤال إجراءات الزيارة إحنا ما عندنا أي قطوعات وفي حالة إذا أكو يتم يعني مثلا إذا الزوار أعداد كبيرة فراح يتم تحويل السير يعني يكون السائد مثلا سائد هي مو سائدين راح يكون سائد ذهاب وإياب سائد للزوار يعني واجباتنا بالرصافة يمكن أكثر بالضبط واجباتنا مثل ما خبرتك تنص على التنسيق العالي مع قيادة عملية بغداد والقوة الماسكة الأرض. طيب اليوم المنتسب اللي واقف بالشارع أيضا أكيد أكو احتياطات يأخذها موضوع الكمامة موضوع التعقيم فوفرتوا له هاي الإجراءات يعني؟ أكيد بالطبع ومثل ما أخذ حضرتك أخذ الجولة ولاحظت يعني كل الأخوة ضباط. ضباطنا منتسبينه مو فقط هذا احنا حتى بلقاء سابق يعني قلت لك يعني نعم. احنا وزعنا الكمامات على المواطنين نعم. انا ترى نزلتها ترى على بس نعم. فقط المايك نعم. فقط المايك ولا احنا هاي اجراءات يعني ومشدده نعم. هي الغايه من هذا قلت لك هو احنا نحافظ قدر الامكان على صحه
رابطنا ومنتسبنا. نعم. وايضا هاي الاجراءات اللي احنا ننتقلها اللي هي اجراءات طبعا عندك علم الاوامر من الجهه العليا لان السلامه العامه هي الغايه من عندها الحفاظ على صحه المواطن وسلامته بالدرجه الاساسيه. التقاطعات اليوم يعني خصوصا بعد الحظر بعد ما ينفتح الحظر في ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الى نهايه الاسبوع يعني دا يصير عندنا زخم مروري مو طبيعي يعني كرخ رصافه خلال الاسبوع الماضي مثلا كانت يعني الحركه مستحيله. فاولا شنو نعزل السبب وبعدين شنو الاجراءات اللي ممكن نتخذها؟ اعتيادي اكو يعني هواي اكو ناس يعني اشغالها تتوقف. نعم. يصير لود على الشارع يعني زخم عالي. كل من توقف شغلته اعماله بهالايام راح يشتغل هاي الفتره وراح نشوفه كلود احنا طبعا متوقعيها والكل لاحظت يعني زخم هو هي بالايام الاعتياديه اكو كثافه فهيك ايام طبعا راح تزيد الكثافه بنسبه ومع ذلك احنا ايضا يزيد جهدنا تكثيف القوه تواجدنا وكذلك ايضا رفع الهمم تصريف الكثافات. تفضل. يعني هو يمكن عدد السيارات ايضا اللي معروف انه صارت اعداد السيارات في بغداد كبيره والشوارع ما عادت تستوعب بس يعني اكو حلول مثلا فتح طرق اكو فتح حلول انتم بالكم كمرور تحدثتوا بيها باجتماعاتكم تحدثتوا انه لازم نلقي حلول لهي الامور يعني اخ مازن اكو امور انت تقدر يعني تسوي لقاء ويا الجهه الاعلى من عندي. نعم. طبعا هي احنا ومع ذلك ايضا اقدر اجاوبك بانه احنا طبعا تحدث واكو اجراءات تنتقد بالتنسيق مع اماره بغداد المشاريع. نعم. طرق والجسور. نعم. من اجل ايضا امتصاص هذا الزخم العالي. نعم. احنا دا نشوف هنا المرور ايضا متواجدين في نقاط التفتيش يعني اللي هم دائما يديرون يعني هذا موضوع حظر التجوال. راح نبقى مستمرين معكم خليكم ويانا. طبعا من خلال تجوالنا حضر تجوال يعني عدد الناس بالشارع قليل فيمكن التقينا بعدد قليل من المواطنين لكن نحاول دائما نتحدث ويا المواطن ونشوف يعني رده فعله في موضوع اجراءات الحظر. شلون تشوف اجراءات الحظر انت يمكن من اهل المنطقه مضطر تطلع تسوق او شيء؟ نعم والله اجراءات الحظر يعني اجراءات اوكي ممتازه والعالم اكثرها ملتزمه يعني ما شفت فروقات هوايه. نعم. بس الطالعه اكيد عندها شغله من هنا تقضيها من هنا ويعني اوكي حظر. يعني اكو عندكم فد معاناه معينه يعني مثلا بالمسواق بالحركه يعني تضطر انه تطلع تمشي يمكن مو بسيارتك؟ لا ما صار. من المنطقة قريب انت؟ اي قريب من المنطقة هنا. فتطلع تتسوق مشي مثلا؟ اي يعني ما عندي معاناة او مكان بعيد اروح له. زين كمواطن اليوم شلون تشوف الاجراءات مال الحظر بصورة عامة انه ضروري تستمر يعني او لا يعني ممكن انه اذا الاعداد انخفضت؟ والله انا هاي برايي يعني الاجراءات الحظر اشوفه مو كلش ضرورة. اعتقد انا حسب رايي انه يعني مجرد ما تسدون المكان الترفيه والمورات وهاي ومطاعم وباقي الحركه تصير تمشي طبيعيه لانه هو اكيد المواطن ما يطلع الا شغلات ترفيه لو الباقي شغلات تقضيها عادي مالته. نعم. اللي هي حياته اليوميه. نعم هي الاحتياجات الضروريه اللي الناس تتحرك لها. اي عافية. نعم. اي شكرا لك. ممنونين. يعني المواطن اكيد بالنهايه متاثر بموضوع اجراءات الحظر ولكن هي لابد منها. لابد من ان تكون هنالك يعني صحه للاجراءات والتعليمات ووعي اكثر للحفاظ يعني على المنجز على الاقل الاعداد اللي حاليا في تصاعد كنا في الفتره السابقه قد سيطرنا على موضوع يعني على موضوع الكورونا وانتشارها خلال السنه الماضيه لكن يمكن احنا خلال هذه السنه شهدنا ايضا اعداد مرعبه بصراحه لذلك المواطن بالنهايه ايضا يعني راح نستمر ونسمع آراءه وراح نستمر أيضا بجولتنا مع القوات الأمنية اللي متواجدة ضمن قاطع منطقة المنصور خليكم ويانا. راح نبقى مستمرين وياكم طبعا مع العميد مهند حتى ندخل إلى قواطع المرور أكثر في منطقة المنصور ونتعرف على الإجراءات اللي تتم في موضوع حظر التجوال ضمن منطقة المنصور. فسيادة العميد راح نتجول ان شاء الله يعني نشوف المراكز او النقاط اللي يتواجد بها المرور واللي يقدمون بها خدمه للمواطن بالنهايه. تقدر تتفضل ويانا وسناخذ جوله ان شاء الله على كل التقاطعات وكل مفارز العامله ونجارب الكرم. نعم اذا نخليكم ويانا مشاهدينا.
سيادة العميد، احنا في داخل دورية المرور وبدنا نتحرك نشوف الإجراءات في منطقة المنصور. التقاطعات اللي متواجدين بها، يعني الأعداد عندكم، التواجد مستمر؟ التواجد مستمر على طيلة 24 ساعة خلال اليوم، ومثل ما تلاحظ ست وياي في الدورية واحنا بجولة ومن جانب الكرب، وتلاحظ كل التقاطعات كلها مشغولة بالرقابة المرورية. وين تحب تروح بجانب الكرب حتى تشوف. فتواجد مستمر احنا بالنسبة لنا على مدى 24 ساعة. هو يعني انتم جهودكم المبذولة فعلا يعني مشكورين عليها، وانتم دائما بالمقدمة وعلى تماس مع المواطن. لذلك احنا اليوم يعني من جينا ردنا نسلط الضوء على هذا الجهد اللي موجود. يعني عادة ربما الدوائر والوزارات وحتى وزارة الداخلية يعني من خلال تعاونها ويانا دائما متعاونين في انه نغطي نشاطاتها. لذلك احنا اليوم ردنا نسلط الضوء على عمل كوادر المرور اللي موجودة في الشارع، حتى الناس تعرف انه اثناء الحظر يمكن اكو ناس قاعدة بالبيت تشوف من خلال البرنامج الجهود المبذولة بالشارع. سيادة العميد، اليوم المواطن يمكن تشوف بالتعامل اختلف معاكم، يعني موضوع المحبة والاحترام وتبادل الاحترام بالنسبة للقوات الأمنية وتحديدا المرور. أخ مازن، احنا من البداية تقدر تقول اولا احنا كجهاز خدمي درجة الأساس، وما يختلف طبعا عن باقي الأجهزة اللي موجودة في الشارع. اكيد على تماس مع المواطن. اي واحد، بس احنا باعتبارنا كجهاز مرور ويعتبرها طبعا اول مفرز اقطع شايب الخير. هاي احد المفارز من تقاطع المنصور. احنا نكمل على جهه المعرض. بالضبط، على جهه المعرض على اليمين. زين، تقدر تقول احنا جهاز قدمي رقم واحد. وعلى تماس مباشر ويا المواطن. فدائما اللي يلاحظ يعني المواطن دائما ما يشوف الا الخير من عندنا. لانه مثل ما قلت لك احنا جهاز قديم بالدرجه الاساس، الغايه من عندها انه شلون نوصل المواطن من عمله الى داره او بالعكس او الى التسوق او الى امور اخرى. بالنسبه لواجباتكم يمكن تمتد حتى ورا منتصف الليل، موجودين على مدى 24 ساعه. 24 ساعه. يعني اكو تقاطعات رئيسيه يعني في بغداد، الصيف جاي، فما اعرف يعني احنا يعني انسانيا متعاطفين مع رجل المرور بصراحه. الاجواء اللي نعيشها بالعراق، ارتفاع درجه الحراره، فهذا شيء يعني يحسب له انه رجل المرور متواجد وده يقوم بواجبه. مع الاسف احيانا نلاحظ انه وجود ربما مصادمات مع رجل المرور من ناس يمكن قليلي وعي، انه تصير اشكالات مع رجل المرور بالرغم انه ما يقدر هذا العمل الموجود. فأنتوا اليوم ك يعني إدارة مرور شلون تتعاملون مع هيك أنواع من الحوادث أو المواطنين؟ يعني تصير هيك حالات طبعا أخ مازن، يعني من خلال مثلا الاحتكاك المباشر ويا المواطن تصير هيك حالات على طول بالشارع. يعني أما يعني نوعزها أما قلة إدراك أو قلة وعي أو ضعف النفوس العفو، وتلاحظ هاي. بس احنا قدر الإمكان إذا تلاحظ، ودائما هاي التوجيهات طبعا أيضا من جهة عليا، ان يعني نحث المنتسب والضابط الموجود بالشارع على سعة الصدر وتحمل المواطن. يقدر من عنده احيانا هواي ترى، واغلب الامور ترى يعني احنا نستوعبها او نحتويها بالمعنى الاصح. فهيك حالات تصير بالشارع، بس احنا نداركها الا في حاله لا يصير تجاوز اكثر من لازم. اكثر من حده، فهاي اكو اجراءات تتخذ، اجراءات قانونيه بحق متجاوز. يعني سعة الصدر موجودة عندكم والحلم موجود. معروف أكيد. معروف انه رجل المرور، احنا قلنا في اجواء العراق الحارة والصيف جاي، يعني فعلا راح نشوف يمكن ايام رجل المرور الكل تحت التكييف بالسيارات. أكيد. ورجل المرور واقف بالشمس. راح نبقى مستمرين في هذه الجولة في منطقة المنصور لمتابعة يعني اجراءات الحظر، تطبيق الحظر الشامل في بغداد، مع العميد مهند في منطقة المنصور أو الكرخ حاليا، ونطلع أكثر على هذه الإجراءات. خليكم ويانا. We'll be right back.
السلام عليكم. شلون صح سيادة الرائد؟ نسلم عليك احنا، واول شيء نشكر جهودكم اللي تقومون بها هنا اليوم، ونسالك شلون حركة السير وشلون اجراءاتكم ويا المواطن. يعني بالنسبة لحركة السير اليوم يعني اعتيادية، تدري يعني حظر تجوال، واحنا ممارسين هسه مثل تلاحظ ربعنا المنتسبين لعندنا نطبق البيان رقم 1 اللي عممته مديرية المرور لسنة 2021. اللي عدى الاستثناءات، اللي ما عدى استثناءات نمشي على القرارات الحكم، بدنا نفرض عليهم غرامه. نعم. ويعني اصبح واضح للمواطن اليوم انه موضوع اجراءات الحظر هي صحيه، يعني مو الهدف انه نمنعك من الحركه بقد ما انه احنا نحافظ على الصحه العامه، يعني نحاول نقطع سلسله انتقال المرض. هو المقصود يعني هذا عملكم انساني حتى بالنهايه. صحيح، هو تقريبا 85 الى 90% من المواطنين ملتزمين. نعم. يعني ملتزمين بالحظر وملتزمين بالكذا يعني الحمد لله. اذا الرائد محمود فاضل نشكرك وشكرا لكل اللي تقدموه. شكرا لك اخوي العزيز. شكرا. راح نبقى مستمرين وياكم في هذه الجوله. احنا الان في منطقة المنصور جانب الكرخ امام معرض بغداد الدولي، وهذه الساحة ساحة الفارس، هي مثل ما نشوف يعني الحركة في حظر التجوال هي حركة بسيطة، متواجدين مع المرور اليوم حتى نطلع على اجراءات عملهم في هذه الايام، ايام الحظر الشامل. يمكن تنعرض الحلقة هي في ايام الحظر الجزئي، لذلك احنا يعني نصورها في اخر يوم ونعرضها في أيام الحظر الجزئي. فهذه هي إجراءات الحظر الشامل في وسط العاصمة بغداد في منطقة المنصور. خليكم ويانا. ينضم لنا العميد حيدر كريم، مدير إعلام مديرية الشرطة العامة أو مديرية المرور العامة، حتى نتحدث على الإجراءات اللي بصورة عامة لمديرية المرور. أول شيء رحب حضرتك سيادة العميد. اهلا وسهلا بكم، بارك الله بكم على هاي التغطية، يعني انتم دليل على انه المرآة الثانية لقوى الامن الداخلي وخصوصا مديرية المرور العامة، لان دائما مواكبيننا في كل حدث يطرأ على المواطن او الشارع العراقي. يعني هذا دورنا، بس هو شرطة المرور بصراحة كتماس مع المواطن مباشر، فيعني لهم دور ولهم يمكن فد محبة وألفة بين المواطن اليوم وبين شرطة المرور. لكن احنا اليوم في حظر، وهذا الحظر 3 ايام وعندنا 4 ايام دوام، فانتوا بعد الحظر شنو اجراءاتكم بالزخم المروري في الدوائر، دوائر المرور، مواقع التسجيل، موضوع نقل الملكيه، موضوع اصدار السنويات واجازات السوق؟ يعني احنا مو فقط دوائر التسجيل، حتى في الشوارع البغداديه او شوارع المحافظات، وخصوصا احنا نتكلم على العاصمه الحبيبه بغداد. يعني تشهد في بداية الأسبوع، يعني اللي هو صار يوم الاثنين بداية الدوام، زخم جدا عالي، يعني بسبب هذه التوقفات اللي صارت، يعني توقفات عندنا ومن يوم الجمعة والسبت والأحد، يعني أغلب المواطنين أعمالهم موجودة بهذا الخصوص. لهذا السبب احنا تلاحظ تواجد يعني أعداد ليس بالقليلة وانتشار المفارز بشكل عام في جميع تقاطعات بغداد، مساندة لأخوانهم في القوات الأمنية الأخرى وقيادة عمليات بغداد. يعني دائما نلاحظ احنا هذا التواجد والتعاون الموجود، هذا بالنسبة للشارع البغدادي. أما بالنسبة لدوائر التسجيل، فدوائر التسجيل يعني كلكم عندكم علم، يعني كثير من المواطنين، وخصوصا يعني احنا في بداية قبل لا يتم يعني من قرارات اللجنة العليا للسلامة بخصوص بيان رقم 5 وأيدته مديرية المرور العامة ببيان رقم 1 بخصوص الحظر وإعداد كافة الإجراءات بالنسبة لمواقع التسجيل، اللي هو حتى كان هنالك استثناءات تم رفع هذه الاستثناءات والمراجعة عبر البوابة الإلكترونية، وذلك تماشيا مع مقررات خلية الأزمة أو اللجنة العليا للسلامة لغرض الحفاظ على سلامة المواطنين وتقييد انتشار هذا الوباء. نعم، اليوم المواطن
فعلا دا يشكو من موضوع الازدحام، هذا نلقي له حل احنا الازدحام هذا اليوم اثنين؟ اخي احنا هذا الازدحام يعني شيء واقعي ووارد في شوارع العاصمه بغداد اللي هي عجلات فعلا اللي هي يعني احنا بعض المواطنين يعني يقول لك انت هذا الكلام تعودنا عليه احنا يعني فوق ما يقارب المليونين ونصف مليون مركبه في الشارع البغدادي يعني والشوارع نفس التخطيط موجوده لهذا السبب احنا نواجه يعني كمديريه مرور العامه يمكن اكثر الدوائر مع احترامنا وتقديرنا لكل اخواننا في الاجهزه الامنيه وباقي القطاعات لان هم هم حالهم حالنا في العمل لكن احنا كمديريه مرور العامه ابتماس في حركه في تنظيم حركه السير لهذا السبب احنا نقدرين وضع او الحجم اللي يمر به المواطن البغدادي وبخصوص حركة السير يعني الشوارع طاقتها الاستيعابية هي 300,000 من 250 إلى 300,000 مركبة بالزايد اليوم راح تقارب 3 ملايين مركبة يعني أنت بالإضافة إلى وجود الحظر اللي تعرف أنت أغلب المواطنين كسبة ما بين حتى المحافظات التبضع بالنسبة فيستغلون ايام الاسبوع قبل كانت ايام التسوق والتبضع متوزعه يعني صحيح. على باقي يمكن السبت يجون محافظات السبت والجمعه يجون لكن من صار ايام الحظر شوف اربعه ايام هذه الاربعه ايام دائما مقتضه بالمركبات زين اليوم المواطن هم أنا يمكن يتساءل على موضوع البوابه الالكترونيه موضوع الحجز الالكتروني يعني كان متاملين خير انه ممكن ترفع يعني بعض في بغداد اقصد احنا لولا لولا هذه الإجراءات اللي اضطرت على الشعب العراقي وإلا كان إحنا يمكن رفعت البوابة وعدهم السيد مدير المرور العام ورفع في 8 محافظات لكن إحنا هذه الإجراءات أنت تدور على المصلحة العامة المصلحة العامة هي في كيفية الحفاظ على أرواح المواطنين أنت مهما تكون ترفع البوابة والسبب لك هذا لا المصلحة العامة هي الأولوية لها فلهذا السبب يعني صار تريد في رفع البوابة الإلكترونية بل يعني أكدنا على المراجعة عبر النافذة الإلكترونية تماشيا مع مقررات لجنة السلامة زين هو شقد يطول المواطن إذا حجز اليوم مثلا أحنا يعني تقريبا احنا لولا هذه الظرف اللي مرينا به وإن شاء الله يعد هذا الظرف احنا قطعنا شوط جدا كبير يعني بخصوص من 1,400,000 أتذكر هذا الرقم إلى وصلنا يمكن للخمسينات أو الأربعينات بالآلاف يعني هذا الإنجاز اللي خلال فترة الشهر يعني احنا لولا هذه خلال هذه الأيام اللي صار بها الحظر وصار بها التوقف احنا بالنسبه لنا ولا كان هسه يمكن مسيطرين نسجل اليوم ثاني يوم تطلع يعني بعض المواقع صارت يعني بالزايد يوم يومين تطلع المواقع لكن احنا هسه راح نرجع على البوابه الالكترونيه واحنا نتمنى ايضا من اخواننا المواطنين ان لا يتسرعون ولا يستعجلون باي قرار وباي حكم ولا يذهبون وراء البعض المنشورات وبعض الشائعات اللي تنطلق من هنا وهناك الجميع فعلا هو مديريه المرور العامه رغم انها جهاز تنفيذي الا انها جهاز انساني يتعامل مع المواطن كاخ هنالك سلبيات ما بين هنا وهنا لكن هذا لا 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 ينطلق على الكل لان توجيهات معالي وزير الداخليه هو التقديم الخدمه للمواطن وهذا من صميم عملنا تاكيدات السيد وكيل الوزاره لشؤون الشرطه كذلك من خلال جولات الميدانيه والسيد مدير المرور العام من خلال ايضا تفتيشه سواء كانت في ميدانيه في الشوارع والتقاطعات على مفارزنا وكذلك في مواقع التسجيل التاكيد التعامل الانساني او باب مديريه المرور العامه مفتوح موقع مديريه المرور العامه ايضا في الفيسبوك ايضا مفتوح احنا كل هذه الامور نطلبها من المواطن ايضا خليه يتعاونها نعم معنا. هو بالنهايه يمكن حتى لو كان هنالك ملاحظات ما نقدر نسميها سلبيات فهي يمكن تجي من تصرف فردي او شخصي اللي يعمل يخطئ بالضبط مازن اللي يعمل يخطئ لكن احنا نتمنى الملاحظه احنا ناخذها المناشده ناخذها بعين الاعتبار هذا من صميم عملنا ان نكون مع المواطن لان انت تعمل وفي عملك يصبح خطا لكن احنا مو الخطا انه انت مديرية عريقة مديرية بشخصيات مرموقة تابعة مفصل من مفاصل وزارة الداخلية مهم هو يؤدي خدمة للمواطنين انت مجرد انه صار فدخل اختلاف في حتى في بعض الاحيان يعني احنا اكثر من لقاء من يصير حديثنا نقول احنا مو فقط مديرية المرور العامة عندها
يعني معاملة تسجيل المركبات فقط تختص في مديرية الأمن العامة، لكن بعض الدوائر وبعض الوزارات أيضا مرتبطة. المواطن يعني في بعض الأحيان يقع على وين؟ على مديرية يحمل مديرية المرور، ربما تأخير معاملة مثلا من جمرك من غيرها، اللي دائما هذا بعض الأحيان. بعض الأحيان يعني احنا تطلب من عندي أني حماية المواطن من انتشار الوباء أو تطبيق حظر التجوال. بعض المواطنين يقول لك أنت ظلمتني بالوصل الغرامة. أخي العزيز، إحنا بالنسبة إذا كان أنت مخول ومن ضمن التخويلات اللي أصدرتها قيادة عمليات بغداد، لا أنت بإمكانك تتوجه إلى مديرية المرور العامة لغرض عرض هذه المظلومية. أما إذا كنت أنت خارق الحظر وإحنا نمشي وفق تعليمات وبيانات للجنة العليا ومقررات خلية السلامة بغرض تجديد الإجراءات بالنسبة للمواطنين الغير مستثنين، يعني احنا نلاحظ بعض المواطنين يعني لاحظنا وناشدناهم قلنا لهم إذا تحسون أكو ظلامية في 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 وصل الغرامة تتوجهوننا، لكن إذا كان أنت ضمن اللي عدم التزامهم بقرار تسري عليه القوانين تسري عليه القوانين. احنا نشكرك عميد حيدر، اليوم كنت ويانا وكنا وياكم في هذه الجولة حتى نسلط الضوء على عمل مديرية المرور العامة وتحديدا الكوادر اللي تعمل في الشارع. العمل كبير لساعات مستمرة، ربط الليل بالنهار، لذلك كان واجبنا ان نسلط الضوء، فشكرا لك. احنا قبل لا ننهي يعني نوجه فت كلمة لاخواننا المواطنين. يعني اخواننا هي ان شاء الله ازمة وتحدي، وان شاء الله ما تظل هاي الغمة على هذا البلد، إن شاء الله أزمة وتحدي. تعاونوا ويانا أخوانكم رجال المرور، هم في خدمتكم، أو أي أحد يحس أنه هو فعلا في ظلامة أنه يتوجه أبواب السيد مدير المرور العام مفتوحة إليه. لكن إحنا نتمنى من خلال هذه القناة الكريمة أيضا التزام المواطنين بجميع المقررات، سواء كان في حظر التجوال أو كان توجههم إلى مواقع التسجيل من ارتداء كمامات وكفوف والمعقمات. هذه أيضا التعليمات أو الإجراءات لازم يتخذها المواطن، الكمامات عند المراجعة للدوائر أكيد يعني مهم أنه ننوه عليها. بالنهاية الهدف هو سلامة الصحة المجتمعية كلها بصورة عامة. شخص واحد ممكن يأثر، يعني كل ما ينعدي شخص جديد راح ينقل المرض إلى 10 يمكن. فإحنا نحاول كإعلام كجهات رسمية أن نسلط الضوء على هاي النشاطات. شكرا لك عميد حيدر، وشكرا أنه خصصتونا من وقتكم اليوم. بالعكس، هذا الشيء إحنا نفرح به، لأن أنتم تنقلون حال المواطن ورأي الجهة المختصة. بالعكس، إحنا نشكركم على أدائكم هذا، وتحياتنا للسيد مدير المرور العام والسيد وزير الداخلية ومكتب الإعلام في وزارة الداخلية. شكرا سيادتك. شكرا. إذن يعني فعلا تحية إلى مكتب اللواء سعد معن، وتحديدا المقدم مصطفى اللي هو متواصل ويانا دائما في هذه الترتيبات حتى نقدر نتواجد في الشارع ونسلط الضوء على عمل المؤسسات الأمنية. مؤسسة الداخلية مؤسسة عريقة بأفرادها بضباطها، خصوصا يعني قسم الإعلام العلاقات العامة والإعلام المتمثل بالدكتور سعد معن. فعلا احنا يعني نحييه من قلوبنا، لان اكو تسهيلات لكل القنوات ولكل وسائل الاعلام في نقل الصوره كما هي. لذلك كانت هذه ختام حلقتنا لهذا اليوم من منطقه المنصور ومع مديريه المرور العامه. شكرا لكم، وانتظرونا في حلقه قادمه. الى اللقاء.